تفتكر مين اول واحد استقبلك في نادي الزمالك؟ انت رحت لاول نادي الزمالك وعندك كم سنه؟ يعني 16 سنه 17 سنه 17 سنه. تفتكر اول يوم دخلت في نادي الزمالك مين اللي استقبلك فيه؟ طبعا انا لما رحت نادي الزمالك قبليها طبعا رحت اشتغلت في شركه النصر للتصدير والاستيراد. وكان المدرب هناك كان الكابتن حلمي حسين الله يرحمه. هذا برضو مدرب درب فريق الاول وكان اشتغل في قطر ودرب منتخب قطر الفريق الاول، فهو ده اول واحد استقبلني. لعبت طبعا مع فريق المجموعه بقى، دخلت مع كابتن فاروق جعفر وكابتن محمود الخواجه وكابتن حسن فريد وعلي بدر وكابتن كشمير الله يرحمه. ويعني مجموعه وكابتن محمود سعد طبعا. يعني مجموعه كبيره جدا كانت مميزه. اسماء كلها نجوم كبار كلهم. احنا عملنا مجموعه كده طفره جت كده في فريق لننزل، ما كناش بنتغلب ابدا. حتى لما لعبنا مع النادي الاهلي في النهائي برضه ربنا وفقني وحرصت هدفين. كسبنا النادي الاهلي وخدنا البطوله. المباراه يبدا الناس تعرف المباراه دي كان علي خليل بدا يسمع ويعلم وقتها. المباراه دي كانت نقطه تحول. ايوه هو الناس كانوا متابعيني ان انا من ساعه ما رحت النادي الزمالك ما لعبتش مباراه الا ما سجلت فيها جوان. حتى مره عملوا مباراه بين منتخب مصر وبين الناشئين في فريق الفرقه بتاعتنا اللي هي اللي هم النجوم دول، وربنا وفقنا تعادلنا مع المنتخب وانا احرزت جون في المباراه دي. طبعا لما احرزت جون بعد المباراه كابتن حلمي كان بيتفرج على المباراه، كابتن حلمي زمور. فناداني بيقول لي انت مين، انت جيت فين، او انت جيت امتى جيت امتى؟ قلت له انا انضميت للنادي ولعبت مع الفريق. فربنا وفقني بقى كل مباراه العبها سجل جوان. بس اللي ساعدني على كده كنت انا لما انا اشتغلت في شركه النصر والتصدير لعبت مع لعيبه اكبر مني. واحتكاك كان قوي جدا. الاحتكاك ده فادك بعد كده؟ هو اللي فادني ان انا لما جيت العب مع ناس اقل في الجسم واقل في السن ابتديت اتفوق عليهم. تفتكر اول مكافاه خدتها من نادي الزمالك وانت صغير، او حتى المكافاه اللي خدتها بعد ما كسبته الاهلي ودي كانت اول مباراه تبدا بقى جماهير تعرف النجم الصغير اللي طالع علي خليل؟ هو انا اول ما رحت النادي الزمالك قعدت سنه ما اخدش ولا جنيه ولا مليم. بعد كده يعني كنت انا قاعد عند ناس قرايبي في شبرا، فطبعا في مواصلات رايح وجاي، فقالوا ايه نطلع لك بدل انتقال. طلعوا لي 5 جنيه بدل انتقال. ده كان مبلغ ده كان مبلغ جميل يعني 5 جنيه، لان انا كان مرتبي في الشركه 10 جنيه و54 قرش. كنت باخد 12 جنيه بيصفوا على 10 جنيه. انا في ساعتها كنت بشتغل بدبلوم التجاره في الشركه. بعد كده انا كملت تعليمي واخدت معهد تعاون واخدت بكالوريوس معهد تعاون، خدت بالك؟ وبعد كده بقى ما كسبنا بقى هم كنا كل ماتش بيقعدوا الناس المحبين للنادي قاعدين في المقصوره يدوا مكافآت، كل واحد يدفع 10 قروش فبيلموا مثلا ايه 2 جنيه 3 جنيه. واحنا كل ماتش كنا بنجيب مثلا في ماتش كسبنا 19-0 و12-0 وانا كنت بجيب، انا طلعت الهداف في البطوله دي خدت بالك، واخدت برضه احسن لاعب. فكان بيوزع على كل واحد ياخد ايه يعني مبلغ كده بسيط خدت بالك. فكان الناس يعني احنا الفرقه كانت مميزه لكن في النهايه لما كسبنا الاهلي اعطونا كل واحد تقريبا مكافاه 50 جنيه.